حيثيات أول اكتشاف هذه الحالة الأولى في تونس. بعد الإعلان عن تسجيل أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا الجديد في تونس، La Tunisie a enregistré un premier cas de contamination du coronavirus. مرض الكورونافيروس. للأسف سجلنا أول حالة كورونا. أكد وزير الصحة عبد اللطيف المكي تسجيل 59 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. فرحة في القلوب نغنيها في كلام، دمعة ضحكة في الوجوه تنسي أحلام. نجحنا هدية للي سيثم ردعوين، للأحباب وللفامي نجيبو لتبين. كورونا إذرا بدي عم نعود، برا قاضي تنجحنا فرحة مضمون. تلميذ التونسي للي اختار متروك، نجيبوها حتى كان كلفنا الموت. فرحة في القلوب نغنيها في كلام، دمعة ضحكة في الوجوه تنسي أحلام. نجحنا هدية للي سيثم ردعوين، للأحباب وللفامي نجيبو لتبين. إذرا بدي عم نعود، برا قاضي تنجحنا فرحة مضمون. تلميذ التونسي للي اختار متروك، نجيبوها حتى كان كلفنا الموت. يا حرارة تونس وحرائرها، أننا سننتصر وستعود الحياة إلى سيرها الطبيعي.